يواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام ايها الاخوة الافاضل. شوطنا الثالث عشر ينطلق ويسير ضمن انطلاقات وتحديات هذا المساء. مشاهدينا ومتابعينا الكرام ايها الاخوة الافاضل، شوطنا الثالث عشر ايضا يكون لهذا السن، سن اللقاية وكذلك لفئة البكار. نتعرف واياكم على ما يحدث وما يسير هنا في ارضية هذا الميدان. كما نذكر السادة المشاهدين والمتابعين، كل المتابعين، بأن صاحب أفضل توقيت هو الوعب المملوكي لهجن الشحانية، من قدم لنا هذا المستوى الراقي والرفيع في أول أشواط هذا المساء للقاي القعدان. إذن الوعب كما تشاهدون معنا مخرج هذا النقل الحي والمباشر علي بشارب المري، وكذلك أيضا منتج هذا النقل عماد الجرجاوي، وكذلك أيضا أشرف اليافعي. مشاهدينا الكرام، هذا هو التوقيت الزمني للوعب، 7 دقائق 26 ثانية 31 جزءا من الثانية. كما أذكر حضراتكم بأن رهف هي صاحبة أول أشواط اللقاية الكار لهجن الشحانية بقيادة مضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والوعب كان بقيادة الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. نتابع وإياكم انطلاقة شوطنا ومسيرة، مسيرة من تكمل هذا المسير بكل أريحية وبكل عطاء تام فضلا من الله. هذه مسيرة تحتل المركز الأول لهجن الشحانية وحمد بن علي بن حلفان المري من يقودها في التضمير. ننتقل مباشرة إلى مبلشة، مبلشة هذه مبلشة على المركز الثاني، تعود ملكيتها لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من قاد لنا رهف وأخواتها كذلك في هذه الليلة الجميلة المميزة. هذه هي مبلشة على المركز الثاني والمركز الثالث. وصلت على المركز الثالث منحاف لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير من يتابعها في التضمير. وعلى المركز الرابع، وصلت على المركز الرابع ريمة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وسالم بن عامر المدهوشي. المدهش هنا يقدم لنا ريمة في هذه الانطلاقة. المركز الخامس، وصلت على المركز الخامس صوقة لهجن الشحانية وسالم بن جابر بن فاران المري يقودها في التضمير. من قاد لنا الوعب، وكما قاد الوعب في أول أشواط اللقاية القعدان وصاحب التوقيت الأميز حتى هذه اللحظات. نعود وإياكم، نعود إلى مقدمة هذا الشوط والصدارة والمقدمة في هذه اللحظات. لازالت الأمور مع مسيرة، مسيرة مع المركز الأول، مسيرة هنا تقود هذه الجموع، ولكن هنا دخول وتغيير من منحاف. منحاف غيرت مجريات هذا الشوط، منحاف لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير من يتابع منحاف في تضميرها وفي انطلاقتها. وعلى المركز الثاني تتراجع مسيرة لهجن الشحانية وحمد بن علي بن حلفان المري من يتابعها في التضمير. وعلى المركز الثالث، وصلت على المركز الثالث مبلشة لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع مبلشة في تضميرها وفي متابعتها الدقيقة دائما وأبدا. ننتقل إلى المركز الرابع، من وصلت على المركز الرابع تصل صوقة لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري من يتابع تضمير صوقة اللي تحتل المركز الرابع. وعلى المركز الخامس التقدم من جبارة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، تضميرها عند مطر بن لاحق الهاجري من يتواجد مع جبارة في تضميرها وفي انطلاقتها. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. نرجع وإياكم مع لائحة 2 كيلومتر الأخيرة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط. منحاف مع المركز الأول، هذه منحاف مع الصدارة ومع القيادة، منحاف لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير الكتبي من يتواجد في تضميرها
منها وفي متابعتها الدقيقة دائما وأبدا. نعم هذه منحاف، هذه منحاف تنطلق بكل أريحية تامة على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. المركز الثاني هنا مبلشة، مبلشة لهجن الشحانية وتضمير مبلشة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يقود مبلشة في تضميرها. وعلى المركز الثالث تتواجد هنا مشاهدينا الكرام جبارة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومطر بن لاحق الهاجري من يتابعها في التضمير. وعلى المركز الرابع تتقدم كرم، كرم في أول نداء لها في هذه اللحظات لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع كرم في تضميرها. وعلى المركز الخامس قدوم ووصول من صوقة لهجن الشحانية وسالم بن جابر بن فاران المري من يتابع صوقه في المتابعة الدقيقة. 1200 على خط النهاية يا متابعين قناة الريان الفضائية، يا كل من يتابع ويشاهد هذا الحدث الكبير وهذا المهرجان الذي عشنا وإياكم في رابع أيامه، مهرجان مؤسس كيان دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وهذا الدعم اللامحدود من سيدي قائد هذا البلد سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن محمد بن خليفة الثاني يحفظه الله ويرعاه أمير البلاد المفدى. يا سلام 800 متر على خط النهاية. مبلشة تحركت، مبلشة تتحرك على أول المراكز لهجن الشحانية، ولكن القدوم والوصول من منحاف لهجن العاصفة. يا سلام مبلشة ومنحاف وكرم على المركز الثالث، ولكن منحاف تتحرك ومبلشة تتحرك. يا سلام غيرت منحاف مشاهدين الكرام لهجن العاصفة، ولكن مبلشة تحاول مبلشة، ولكن قدوم كذلك. يا سلام الله وصلت كرم ومنحاف وكذلك أيضا مبلشة، ولكن منحاف مع الصدارة، منحاف مع المقدمة، منحاف مع قيادة هذا الشوط. منحاف لهجن العاصفة ضمن هذه الانطلاقات المميزة لهذه الانطلاقات هذه منحاف لهجن العاصفة. تهانينا والناموس لهجن العاصفة على ناموس منحاف وتحقيقها بالمركز الأول، وهذا المساء والنقطة الخامسة في هذه الأمسية. المركز الثاني وصلت فيه مشاهدين الكرام جمايل لهجن الشحانية. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث كرم لهجن أو مبلشة على المركز الثالث لهجن الشحانية. المركز الرابع وصلت كرم لهجن الشحانية، والمركز الخامس وصلت اشتعال لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى. تهانينا والناموس لهجن العاصفة على فوز كرم وتحقيقها بالمركز الأول بكل جدارة وبكل قوة. تهانينا والناموس حقيقة لجميع الفائزين، وكلنا فائزين في هذا المهرجان، مهرجان مؤسس دولة قطر. 7 دقائق 36 ثانية 7 دقائق 36 ثانية 67 جزءا من الثانية. هذا هو توقيت منحاف. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا والناموس لهجن العاصفة على فوز منحاف وتحقيقها بالمركز الأول. حقيقة نهني هجن العاصفة على فوز منحاف، كما نهني حمد بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الثاني 7 دقائق 38 ثانية 50 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز جمايل بالمركز الثاني. الثانية موصولة لمضمرها سالم بن جابر بن فاران المري. أما المركز الثالث فوصلت فيه مبلشة 7 دقائق 38 ثانية 80 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز مبلشة. الثانية موصولة لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. مشاهدينا